بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم. وقال رئيس مجلس الشيوخ إن تلك الذكرى تعيد لحظات المجد والعزة والقوة التي صاغها الأبطال البواسل في ملحمة سطروا فيها للتاريخ كيف استردوا الأرض والكرامة لمصر وللعرب أجمعين، بعد نصر يزداد شأنه والفخر به عاما تلو الآخر، موجها تحية وتقدير واعتزاز لجيش مصر الباسل. وأضاف رئيس مجلس الشيوخ أن هذه المناسبة تعد فرصة للتأكيد على جهود الرئيس السيسي المخلصة في بناء الدولة العصرية.